فكانت النفايات والفضلات بمختلف أنواعها بجزيرة جربة إشكالا حقيقيا استمر دون حلول جذرية منذ سنوات عديدة. تعددت المبادرات بالجزيرة للحد من تأثيراته السلبية، من ذلك هذا المشروع لجمع المواد البلاستيكية والكرتون ورسكلتها وتحويلها إلى منتوج مصنع. المشروع هذا بدأ في 2017، بدينا نخدموا. انطلقت الفكره من الاول كانت على اساس فما اشكاليه في جربه نتاع دي شيء، وهي الى اليوم الاشكاليه هذه ما زالت موجوده. قلت علاش ما نحاولوش نعملوا فكره، يعني ان منها نحمو الجزيره نتاعنا وفي نفس الوقت نحاولوا نخدموا الناس ونكسبوا الرزق. دونك بدينا في 2017 نخدموا في البلاستيك والكردونه والزيت. اليوم يعني فما قاعدين نلموا في كميات محترمه جدا، نخدموا مع الوتلة في جربة، نخدموا مع الرستورانات، نخدموا مع القهاوي، نخدموا حتى مع الجمعيات، يعني المجتمع المدني اليوم. ولئن خفف هذا المشروع كميات البلاستيك الملقاة والمتناثرة بالجزيرة فقد تحولت هذه المنتوجات المرسكلة إلى قطاع مشغل ومصدر لعدد من الدول الأجنبية. هذه معناها ماهيش راهي جوست تهز دبوزه ولا هز كذا وتعدى، نحبوا نعملوا حاجه جديده، حاجه منظمه، الناس تتشجع، نبدلوا الاسبري، العباد تقول لك هذا راهي ريسيكلاج، راهو يرجع بالمنفعه للبلاد، ونحاولوا نوفروا زاد مواطن شغل. المشاريع هذو على خاطر يعني لفات في عود كانت باش تمشي تتحط في مصبات عشوائيه وباش تجيب لنا الامراض وباش تلوث، دونك باش تولي تجي للشركات هذه والشركات هذه تخدم الناس وتدخل في الدوره الاقتصاديه ونحموا البلاد نتاعنا من التلوث. ومن خاطر هذاك علاش ولا تسمى ثروة بالنسبة للبلاد. بمثل هذه المبادرات والمشاريع بجزيرة جربة وفي انتظار الحل النهائي لمعضلة النفايات بإحداث وحدة للمعالجة، يبقى وعي متساكني الجزيرة الحلقة الأهم في الحد من التأثيرات السلبية للنفايات بالجزيرة.